جوز كلام. بسم الله. أم جوزيف، لك شو عاملة بالبيت؟ حاسس حالي عايش بعلبة ألوان. شو هالفساتين الملونة شو هالروايح الطيبة؟ شو عم تطبخي بنت عمي؟ شو عاملة عرس؟ بدك تفرحي فيني وتجوزيني بنت عمي؟ أبو فاكر؟ بدك خلص ما بتلقى مزح. خلص أم جوزيف سحبناها. بس والله شو عم تعملي؟ عزمتني جارتنا ليال عن نوروز، ايه وبدنا نروح. بدنا نروح أنا وإنتي؟ ايه طبعا أنا وإنتي، لك عن أنا لحالي. ايه واستعرض هدول الفساتين عن جارتنا هيفين لجربهن. عم بعمل كم شغلة مو حلوة نروح إيدنا فاضية. وليك شو كمان، كتبت معايدات على البراد مشان نعرف نعايد العالم، ما نجذبها هني. حبيبتي الفكرة حلوة، بس يعني لا يقوم حدا يتحسس من وجودنا. بعدين مو بالعادة منروح منعايد أمي وأمك بعيد الأم. حكيت مع أمي وأمك ورح يجوا معنا، وهيك بيصير العيد عيدين ابن عمي. وليش لحدا يتحسس مننا؟ ما بدنا نكسر هالحيطان بقى. طول عمرنا بنسمع عن النوروز، حق الكرد يحتفلوا فيه مثل ما بدهن، وحقنا كمان نكون معهن. شو المشكلة إذا بيصير عيد للكل يعني؟ مو مشكلة أكيد، بالعكس يا ريت. بس لحظة شوي، قلتيلي حماتك وحماتي رايحين معنا؟ إيه والله لنكية. جوز كلامه.